نرجع للكورة. الأهلي جاب مارسيل كولر، وقبل ما يجيب مارسيل كولر كان الكابتن الخطيب ولجنة التخطيط أخذت القرار بإراحة اللعيبة في نهاية الموسم الماضي، وكانت دي في حد ذاتها الصفقة الكبيرة، لأنه نتج عنها المستوى اللي احنا شفناه مع كولر، واللي اتكلم عنه واحد من نجوم الفترة الذهبية للأهلي محمد بركات. نشوف. هو ده النادي الاهلي اللي بيلعب علشان يكسب، والبدايه كانت مشجعه والناس كلها بتتكلم في تطور لعيبه كتيره، وزي ما قلنا الراجل واضح من ساعه ما جه، ودي اهم حاجه يا جماعه، الراجل ما يجيش في النادي الكبير زي النادي الاهلي ما تجيش على السمع، ولكن في الاخر اللي هشوفه هو اللي انا بحكم عليه، وده احنا شفناه في مواقف كتير، ان انت عندك كتيبه من اللعيبه اللي بتلعب في الرباعي الامامي، ولكن الراجل الفتره الاخيره شاف ان كريم فؤاد يعتمد عليه، ابتدى يديله، الراجل قال لك لا انا هقفش في الفرص، فابتدت فجاه مصر كلها بتتكلم على كريم فؤاد، متولي خد الفرصه قاعد شغال، بعد كده فكركم يا جماعه احنا عندنا لعيب في النادي الاهلي، عشان برضو ما تنسوش اللعيبه القديمه بتاعتكم، اللعيبه الدوليه واللعيبه واللعيبه، انا عارف الجمهور النادي الاهلي ما بينساش حاجه، ولكن انا بكلمكم على فكر الراجل، يعني واحد زي ايمن اشرف لعيب دولي ولعيب كان اساسي في النادي الاهلي ولعيب بيتبني عليه الفرقه وعلى طول موجود والكلام دوت، الراجل لما جه اختار مين؟ اختار عبد المنعم متولي. هل معنى كده مثلا واحد زي ايمن اشرف ما بين يوم وليله بقى لعيب وحش؟ لا، لعيب كويس ولعيب جامد وكل حاجه وراجل وكل حاجه عايز تقولها على ايمن اشرف، ولكن هتلاقي رؤيه الراجل، الراجل شاف كده. اقول لحضراتكم على حاجه تانية، ماتش زي الماتش الاخير شادي لعب ومحمد شريف لعب وحسام حسن لعب، الراجل عارف يستخدم مين امتى وفين، الراجل شغال بطريقه كويسه جدا، وفي شكل وسيستم للنادي الاهلي، فهو ده النادي الاهلي، انا سعيد علشان الشكل ده، هو ده النادي الاهلي. انا بضم بصوتي صوت الكابتن بركات، الراجل حريص يبقى له رؤيته الخاصه، بيشتغل بعدل، كل واحد جاي دوره، وساعه ما هيجي دوره هيبقى نجم يشار اليه، يعني لما هتلاقوا بما انه ذكر ايمن اشرف، ساعه ما هينزل ايمن اشرف هقول لك اكتشفوا واعاد تقديمه، لانه مش هيشركوا الا اذا كان في لحظه وفي طريقه تزيده تالقا ويستفيد منه فريق من ثم. اذا الدنيا ماشيه، وبركات الحقيقه اتكلم انه سعيد علشان هو ده النادي الاهلي، الراجل شغال وبقى في سيستم هو كل شيء، والشخص اللي يسيب وراه سيستم ده شخص صادق، شخص امين، شخص جاد.